كان النزوح في رمضان الماضي ملهما للشاب الجامعي أن يفتح مشروعه التجاري المصغر. أنا السنة اللي راحت كانت المكلة بالنزوح، فتحنا هذا المشروع وطلبنا الله، يعني مشينا العيد ودي الأيام حق النزوح، ودحين أقلنا الفكرة هذه طلبنا الله فيها. وفي رمضان الحالي يفترش عبد الله با حكيم بضاعته في رصيف سوق كريتر عدن، حيث ينعش رمضان في كل عام الأسواق التجارية ويتيح للشباب الكثير من فرص العمل. شباب آخرون يتذكرون الحرب في رمضان الفائت ومشاركتهم في المقاومة. أحل أقل ردع ميليشيات الحوثي، وعندما انتهت ميليشيات الحوثي من مدينة عدن تركوا سلاحهم وأتوا ليطلبوا الله على أنفسهم. حررنا البلاد أبناء عدن، وللآن لم ينتبهوا إلى معاناة الشعب، لا كهرباء لا ماء لا رواتب. وها هم اليوم يعودون إلى أعمالهم المدنية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يجدون في هذه البساطات حلا ولو كان مؤقتا. في خلال الشهر يفتحوا العديد من المشاريع البسيطة برأس مال بسيط يوفر لهم الدخل، بالرغم من أنه بعد شهر رمضان المبارك يعود الحال كما هو عليه بانتشار البطالة. ناشطون يرون في هذه المشاريع الصغيرة أملا في التخفيف من البطالة المتفشية في حال اهتمت الدولة بهذه الشريحة المهمة. نطلب اليوم ونطالب من الدولة هو تحفيز الشباب وتحفيز روح العمل واحتضانهم في أسواق. الزحام الذي تعج به أسواق عدن سيخف مع انتهاء الموسم الرمضاني، وستختفي معه الكثير من المشاريع التجارية للشباب. بالرغم من كونها مؤقتة ومقتصرة على الموسم الرمضاني، تخفف هذه المشاريع الصغيرة عن مئات الأسر الكثير من الأعباء الاقتصادية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.